حاليا في هناك ارتباط كبير بين الصحة والجو نفسه. مع هذه الأجواء الجافة وقلة الأمطار تزيد فرصة إصابة العين بالالتهابات والحساسية والجفاف أيضا. علشان نعرف أسباب الإصابة بالالتهابات وأسباب تكون أكياس الدهن والجفون والعيون، نرحب معنا في اختصاصي العيون الدكتور منصور الشمري. مساك الله بالخير دكتور. مساك الله بالخير أخوي سلمان. دكتور، وايد أشياء لها ارتباط بصحة الإنسان من خلال الجو والمؤثرات الخارجية وغيرها وغيرها، ولكن بكل سيزن في له مرض معين. هل صحيح أن فعلا هذا السيزن الحين هو اللي أكثر تأثيرا على العين؟ لا شك، أنت اليوم حنا نعيش فترة تقلبات جوية وهذا يأثر على العين. في أمور كثيرة بدأت تظهر على الساحة مؤخرا، هي أمور الحساسية مع تقلبات الجو، الطوز والغبار والحرارة الجو بدأت ترتفع، لذلك أمور الحساسية بدأت تظهر بشكل جلي واضح أكثر عن الفترة السابقة فترة الشتاء. لا شك أن أمور الجفاف تبتدي تزيد خلال هذه الفترة القادمة مع حرارة الجو. المريض يبتدي يعاني من مشاكل الجفاف من خلال حرقة بالعين، يحس أنه كأنه فيها رمل داخل العين، كأنه فيه جسم غريب داخل العين، وهذه كل الأمور نتيجة الجفاف. دكتور عفواً، بس خلنا نوضح حق الناس، يعني مثلاً كل عارض وشنو تقريباً تكون مسبباته؟ يعني مثلاً في أحياناً مثل ما تفضلت يكون تكون كأنه شيء جسم تحت الجفن، فمما يؤدي لنا في ضيقة. يعني الانتفاخات اللي قاعدة تصير عند بعض الناس وهذه نتيجة الأكياس الدهنية. الجليج هو الكيس الدهني، هو نفسه بالضبط، هو نفسه مسمى بالعامية الكويتية حنا نقول الجليج. الأكياس الدهنية هذه عبارة عن في غدد طبيعية موجودة على طرف الجفن، سواء الجفن اللي تحت أو اللي فوق، وهذه الغدد وظيفتها الرئيسية هو إفراز الطبقة الدهنية المهمة للدمعة. نعم، لذلك وجود هذه الغدد أمر جدا مهم في تكوين الدمعة. يحصل أن هذه الغدد تسكر فيصير الإفراز هذا مستمر ويطلع عندنا كيس الدهن أو الجليجل. إذا كان فقط انسداد في هذه القنوات ومسامات هذه الغدد فبالتالي يطلع عندنا كيس الدهني، لكن أحيانا يحصل أن الانسداد يصاحبه التهاب داخل هذه الأكياس الدهنية. نعم، فبالتالي يصير عندنا أكبر كيس دهني وملتهب. وهذه لها أعراض ثانية تختلف عن هذه الصورة. مثل ما أنت شايف هي عبارة عن كيس دهني ملتهب، وواضح من خلال الصورة أن الانتفاخ في الجفن العلوي ماخذ الجفن كله، فبالتالي تشوف أن العلامات الالتهاب اللي هو الإحمرار والألم والدفء في هذه المنطقة، وهذه كلها علامة من علامات الالتهاب. طيب دكتور، هل بالضرورة يكون الحل عملية حق مثل هذه؟ لا، مو ضروري، مو ضروري. أحيانا يحصل أن أنت تحتاج في البداية أنك تعالج أصل المشكلة اللي هو الالتهاب الكيس الدهني. الالتهاب يعالج من خلال المضادات الحيوية، والأكياس الدهنية يعالج من خلال الكمادات المية الدافية والضغط على هذا الجسم لعله عسى أن يعطيه مجال أنه يطلع لبرا هذا الإفراز، فبالتالي تلتغي أصل المشكلة، وبالتالي ما أنت بحاجة أنك تسوي عملية. لكن إذا سويت هذا مثلا على سبيل المثال هذا الكيس الدهني، هذا كيس دهني وواضح أنه ما في ألم، فقط انتفاخ في الجفن السفلي. إذا استمر هذا الكيس الدهني بالرغم من كل المحاولات وما نجح في أنه يروح مع الكمادة الدافية مع المساج، فبالتالي تلجأ للتدخل الجراحي أنك تفتح الكيس الدهني. طيب أثناء التدخل الجراحي دكتور، يعني الواحد يخاف أنه مثلا صح أنه هو أصلا يعوره وشكله مو حلو، ولكن العملية نفسها راح تترك آثار واضحة ولا هي من داخلية؟ لا، هو طبعا هذه الأكياس الدهنية تفتح من الداخل، من الداخل وليست من الخارج، فبالتالي ما في شيء ظاهر على الملأ. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، عادة حين ما نأخذ غرز في هذه المنطقة فبالتالي ما راح يسبب أي مضايقة حق المريض. خلال فترة زمنية معينة، أسبوع 10 أيام، راح تشوف هذا المكان التئم وسكرت هذه الفتحة، فبالتالي ما لها أي ضرر. دكتور، حكة العين تلاقي الياهل قاعد يفرك بهالعين ما رحمها، الحين هذه الحالة زايدة، هل بسبب الجو أيضا؟ هذه لها عدة عوامل أمانة، يعني الجو قد يكون عامل من هذه العوامل، لكن عامل الجو هو عامل وقتي خلال فترات زمنية من خلال السنة. لكن في عوامل ثانية لها تلعب دور، وهو عامل النظر عند الطفل، تجد أن النظر ما يشوف هذا الطفل، فبالتالي يحاول يعبر من خلال
فركة العين أو ضغطة على العين، كأنه يعدل الفوكس. إيه نعم. في أطفال الحين مؤخرا بدأوا يستخدموا الأجهزة الإلكترونية وبإدمان قوي جدا، وبالتالي تسبب عندهم مثل نوع من الجفاف، وهذا نتيجة استخدام المفرط لهذه الأجهزة الإلكترونية. لذلك تشوف دائما يحك عينه. الحساسية هذا عامل دائما موجود، هذا لا شك فيه، خصوصا الأطفال اللي عندهم مشاكل صحية ثانية، ربوا عنده حساسية بالجسم، ممكن تأثر على العين، ممكن تأثر حساسية بالجسم، ممكن تأثر كذلك سلبا على العين. في ناس يكون أنا اللي أعرفه مثلا مرض الله يشافي إن شاء الله يا رب جميع المرضى، مرضى السكري عينهم تتأثر. لا شك، لأن تتأثر عملية، يصير عندهم جفاف، يصير عندهم هذه المشاكل، فبالتالي الإحمرار يظهر. تشوف المريض دائما يحس أنه كأنه فيها رملة، في شيء غلط بعينه. أحيانا يصير عندهم إحمرار، وهذا يكون غالبا يكون يا أما نتيجة الحساسية أو نتيجة الجفاف، لأن الدمعة يفترض أنها تبقى فترة زمنية معينة تغطي سطح العين، إذا ما كانت موجودة خلال هذه الفترة فلا شك تبتدي تتفاعل العين وتطلع على شكل إحمرار، دمع العين بشكل دائما، المريض يبتدي يحس كأنه فيها في جسم غريب أو في رملة داخل. دكتور إحنا في كل بيت عندنا طبيب، فلان راح شو اسمه رجع البيت عينه ما يشوفها عدل، أو إنه مثلا تحكى أو غيره، فيك رمد، شنو هو الرمد؟ رمد هو مشكلة صحية تحوش العين. في أنواع، هذا الرمد قد يكون نتيجة حساسية، وهذا الرمد الربيعي اللي حنا نسميه، قد يكون نتيجة مشاكل ثانية بكتيريا، وهذا الرمد البكتيري، أو يكون قد يكون نتيجة رمد فيروسي يحوش المرضى سواء أطفال أو كبار. طيب هل أمراض العين معدية؟ في جزء منها نعم يكون معدي، الأمراض البكتيرية بالغالب تكون معدية. الأمراض البكتيرية تؤدي إلى شنو؟ هل هي نفسها الجليجل ولا لا 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 نوعية ثانية؟ لا لا، الجليجل إحنا اتفقنا أنه هو انسداد في القنوات، هذا شيء داخلي، فبالتالي هذا أمر الجليجل عادة هو يكون أمر نظيف، ما في بكتيريا دخلت. نعم. هذه المنطقة إذا دخلت فبالتالي هذا جليجل ملتهب، وإحنا نسميه الستاي في اللغة الطبية. لكن الأمراض البكتيرية الثانية اللي هي الرمد البكتيري اللي يحوش العين عند الأطفال نتيجة انخفاض مناعة الطفل، فيكون مسخن، يكون ملتهبة عنده بعض الأماكن، وبالتالي يلقط هذه البكتيريا من أي مكان وتنتقل للعين الثانية، تنتقل لأحد أفراد الأسرة الثانية، إخوانه أخواته، فهذه أمور نعم معدية. طيب دكتور قلت لك في كل بيت في طبيب، يب تشيس شاي، حط بطاطا، حط خيارة، حط تشيس، حط ماي دافي، هذه أنواع من الكمادات، شنو الصح منها، شنو الغلط؟ أنا سمعتك توا تقول كمادات ماي دافي. نعم، ولكن في إضافات، شنو الصح وشنو الغلط؟ هو شوف، العرف جرى بالكويت أن دائما يستخدمون الكمادات الشاي، هذا عادة دارج بكثرة عند الحريم الكبار، وجرى العرف أنهم يستخدمون تي باغ أو يستخدمون كمادات الشاي أو يستخدمون الملعقة إذا كانت دافية يحطها على المنطقة هذه، وهذه أمور كلها تصب في مصلحة المريض لطالما أن هذا المكان أو هذا الشيء يبقى بالنهاية يكون نظيف، لطالما أنه نظيف ما عندنا مشكلة. هو المشكلة لما يستخدمون أشياء غير معقمة، أشياء غير صحية، هذه هني تضر. فحنا لا شك ننصح في الكمادة الدافية الطبيعية، هي شاشة أو فوطة دافية جدا وتحطها على المنطقة هذه، هذه بالغالب تكون نظيفة، وهذه تستخدم، وهذه أفضل وأأمن للمريض. نعم، عرفت. لكن يبقى الاختيارات الثانية اللي انت طرحتها موجودة، وهذه أمور للأسف شائعة في المجتمع الكويتي، وانت لا تستطيع إضافات ما تضر، لطالما إضافات إيجابية ما تضر. أوكي، يعني اللي قلناه كان زين نوعا ما. حلو، زين، ظلمناهم. لا شك. دكتور طيب، اللي يقول لك مثلا أنا عيني ما تدمع، أوكي، هل هذا غلط؟ لا، هو ما تدمع هذا أمر بالغالب ما هو موجود، لأن كل عين تدمع، وإلا صار في ردة فعل من العين. لكن في أشخاص معينين ما يحسون بهذه الظاهرة، والدليل على ذلك إذا أنت استخدمت الفحص العادي، الصبغة حطيتها داخل العين، خلال ثانيتين عفوا خلال دقيقتين تلقى هذه الصبغة اختفت، وهذا دليل على وجود الدمعة، دليل على وجود أن المسامات مات الغدد المجرى الطبيعي للدمعة شغال بشكل طبيعي، لكن الشخص مو حاس بوجود الدمعة.
عرفت، لكن هي الدمعة موجودة بالغالب انها ان المريض محاس فيها، ولكن هي اكيد موجودة. طيب دكتور، اغلب يعني اللي عندهم مثلا قصر النظر او بحاجة الى لبس نظارة يحاول انه يتحاشاها، فيروح ويشتري هذه العدسات اما يومية او اسبوعية او شهرية او غيرها، ايش كثر ممكن يعني يتأثر باستخدام العدسات؟ العدسة هي حل من الحلول، هذا الحل يعني بشكل قوي موجود عند البنات، وهذا حل إيجابي عشان يعيش الإنسان بحياته بشكل طبيعي وبشكل يحافظ على الصورة الجمالية عند الشخص. كثير من الناس يرفضون استخدام النظارات، كثير من الناس قاعد يستخدمون العدسات هذه لسنوات طويلة ما صار عنده أي مشكلة. لطالما هذا الاستخدام ضمن الأطر الصحية الطبيعية فبالتالي ما عندنا أي مشكلة. بس دائما يقولون إنه والله العين بسبب العدسات يصيبها جفاف، يصير فيها جروح حتى داخلية. صح، هذه اللي أنا بوضح لك إياها، إن لطالما إن الإنسان يستخدم هذه العدسات الصحية الطبيعية التنظيف بشكل دائم، الوقت له وقت زمني معين، ما ينزل فيها حمام السباحة، ما يتسبح فيها، ما ينام فيها، فبالتالي هذا الأمر جدا طبيعي. من مشاكل هذه العدسات أنها ممكن تسبب جفاف، ممكن تسبب إحمرار داخل العين، ممكن تسبب ظهور أوعية دموية على طرف القرنية، وهذا نتيجة نقص الأكسجين اللي يوصل للقرنية. نعم. لذلك عالجوها الجماعة الآن في نوع من أنواع العدسات اللاصقة اللي توصل الأكسجين للقرنية ولا تمنع هذا الشيء. في نوع من أنواع العدسات ممكن تسوي التهابات بكتيرية، ممكن تجرح قرنية العين. لذلك هذه جميع أنواع هذه العدسات لطالما قاعد تستخدم وبشكل صحيح ما عندنا أبدا أي مشكلة. المطلوب من المريض هو كالآتي: إذا بدأ يلاحظ أي علامة سلبية من هذه العلامات يجب أن يلجأ إلى الطبيب المختص. العلامات السلبية هي كالآتي: إذا شاف إحمرار في العين مع استخدامه للعدسات، ألم بعد استخدامه للعدسة، انخفاض في النظر بعد استخدام العدسة، ما يقدر يتشابس ويا الليت، فبالتالي هني معناته في مشكلة معينة حصلت. مراجعة الطبيب يجب أن تكون بشكل دائم علشان يتأكد من عدم حصول أي مشكلة وتفاديها بشكل سليم. دكتور، هل يتم تدريب المريض على استخدام العدسة؟ لأن أحسها شيء صعب ترى، أنا يعني من قالوا لي أن أنت تحتاج نظارة على طول حطيت في بالي أن إذا بستخدم العدسات لازم أحس يعني أدش دورة. هو شوف طبعا هالحين احنا نتكلم على جزئية العدسات المريض ياخذها من محلات النظارات. نعم. غالبية محلات النظارات اللي لها يعني حس علمي واضح يقومون بتدريب المرضى على استخدام العدسة ويعطونا سامبل، يخلونا يجرب هذا السامبل قدامهم إلى أن يطلع المريض يكون مطمئن. لكن لا شك هو الاستخدام المتكرر لهذه الأشياء راح تعطي خبرة المريض في كيفية وآلية استخدامها وشيلة العدسات. دكتور، استخدام العدسات بشكل يومي أحس ممكن يعني مثل ما أن العين تتأثر بأشياء أخرى، هل ممكن العدسة تأثر على أشياء أخرى داخل جسم الإنسان؟ هو الأمر اللي حنا تطرق لنا غير تأثر العين، قصدك كجفاف وحساسية؟ نعم ممكن تسبب، ممكن في بعض العيون حساسة من هذه استخدام العدسة. أنا شخصيا في يوم من الأيام استخدمت هذه العدسات بس كانت عندي حساسية قوية منها، فبالتالي يعني في ناس ما تقدر تستخدم. نعم، في ناس ما تقدر تحملها، جسمها يرفضها. اي نعم، وفي ناس لا ما شاء الله، يعني أنا أقول لك ناس صار لهم أكثر من 20 سنة قاعد يستخدمونها، فبالتالي ما عنده مشكلة. فمجرد ما عرف نفسه من 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 قائمة الناس اللي يقدرون يستخدمون يقدر يستخدمها بشكل دائم. طيب دكتور، حق الناس اللي الله يهديهم مهملين، عينه ملتهبة ولكنه مهمل ولا راح طبيب، شنو ممكن تكون عواقب هذا الشيء علشان بس نخرعهم يعني؟ والله شوف الالتهاب أمر سلبي وأمر مو جيد حق المريض، لذلك يعني الشخص الوحيد اللي راح يدفع ضريبة هذا الالتهاب هو المريض. نعم. فإذا الإنسان عنده الحس الطبي لنفسه فبالتالي لازم يلتزم بنصيحة الطبيب وباتباع ما هو مفروض منه استخدامه للعدسات بشكل يعني صحيح، تجنب الأشياء اللي ممكن تضر المريض، استخدام العلاج بشكل دائم ومستمر علشان يتلاشى مضاعفات هذه الأمراض. دكتور، في كل تخصص هناك فريقين
أو أكثر حتى من فريقين. في فريق يقول أن النظارات الحافظة للنظر سيئة، هل هذا الكلام صحيح؟ ماكو شيء اسمه، يعني يقول ماكو شيء اسمه نظارات حفظ النظر. شوفوا يعني؟ أمانة ما في شيء اسمه نظارة حفظ النظر. هو شخص يحتاج نظارة وشخص ما يحتاج نظارة. نقطة. نقطة من أول السطر. وبكذي نكون ختمنا الغنى. يعني أتمنى تكون الصورة واضحة، لأن ما في اسمه نظارة حفظ النظر. ما في نظارة تحافظ على نظرك، وإلا كان عطيت لكل الناس بشكل عام. كل الشكر لك الدكتور منصور الشمري اختصاصي العيون، شكرا لمعلوماتك القيمة وشكرا لوجودك معنا. شكرا شكرا.